طب احنا المرة الماضية كنا نحكي عن audio close socket, audio close ال input وال output stream, قلنا انه بال client side you close ال output, you close ال input, هذول الثنتين بفرقوش اياهم بالاول واياه بالثاني, then you close ال socket اللي هي my client socket. بال server side نفس الاشي, you close ال output وال input, بعدين you create, you close the main socket اللي service socket, then you close the my service dot close اللي هي اللي socket الرئيسي تاع اللي فتحته لل للسيرفر. طيب احنا سيبونا من الكمبيوترات بلا يا شباب, هي والله يا ريت اذا لاحظتي في حدا فاتح بس اشري, يعني الشاشات كلها مغلقة الله يرضى عليكم. تفتحون الخميس يعني الخميس يبدو انه مش كاينين تفتحوا الشاشة, مش مخلص, مش ملحقين ورا المسير. بلشنا تحلوا بعد ما خلصت المحاضرة؟ خمس دقايق ما قدرتوش تخلصوا؟ لا هون باللاب هذا في انتخابات. طيب واحنا عندنا محاضره باللاب, شو فرقت الاولويه لمين؟ محاضره صح, اصلا بتيجوا انتوا قبل هذا وقت تعملوا هون زي سد منيع نحط المحاضره وفيش حد بينتخب هون. بنشوف يعني وين بنقدر نرحل يوم الخميس او يسي, يعني بنرحل على محل ثاني بس بتروح نضيع المحاضره. نعم احتمال نروح على اللابات على N1 N2. كيف بدنا نعرف؟ نيجي نودي لكم على الإيلرنينج, بتيجوا لهون بتروحوا لهناك, دبروا حالكم في تكست مسجز, في واتساب, في ايميلات, في صار مليون شغل للتواصل. خلينا نشرح الايكو اكزامبل اللي حكوا لكم اياه من يومين بس جاست از وانا حكيت الايكو فيك انت تعمل الايكو من كلاينت سيرفر كلاينت, وفيك تعمل ميرور كلاينت 1 سيرفر كلاينت 2, يعني يو كان دو ذات. يعني هذا واحد من الاساينمنت راح نعمل احنا الايكو يكون اكشوالي زي ميرور زي مراه, يعني انا الايكو انه اذا ببعث لك شغله بتردي علي, الميرور ببعث لك شغله بتبعثيها لهناك نفس الشغله. هي ال الرسم بتاعت الايكو ساكت, يعني دائما انا بحب انه لما الواحد بده يعمل شغل يعمل بروجرام تراي تو بيلد اجراف رسمي, يعني ارسم بالضبط شو اللي بده يصير زي الكوميونيكيشن اللي بده يصير بين الكلاينت والسيرفر. يكون في عندك الانبوت من هون زي ما حكيت بدي اعمل اوت المره الماضيه ذكرت الاكزامبل, بكتب هالو الهالو تاعتي انتقلت لهون على الخط الاسود وصلت لهون اجت على الان, بعدين بكتب ستيتمنت مشان اقرا الاوت يساوي الان هذه, ثم وانس الهلو تبعتي صارت على الاوت هذه برجع بكمل بهذا الطريق. سيبيك من التلفون يا بدك تخلصي, خلص انا بخلص اذا في مسج خلصيها بستنى. هذا ال الاكزامبل, يعني the way this is how you would build it. في عندي انا بدي اسميه مثلا الهوست نيم تبعي, بعطي له مش هوست نيم, بعطي له بعرفه في اي شغله بدي اياه الهوست نيم, لوكال هوست على الاغلب, والبورت نمبر كمان هذا عباره عن انتجر الو عبير. طيب طيب خلاص اذا تصرف طيب ماشي
فاحنا عرفنا البورت نمبر، وهذا البورت نمبر بنجيبه كانتجر من الانبوت، هذا بنستعمل الميثود اللي بنستعمله من الجافا، this is pure java application. هنا الساكت عرفنا الساكت سميته ايكو ساكت، this is how we will do it، لانه هذا فعليا الشغل تبعنا هون ببلش. عرفت ساكت سميتها ايكو ساكت، سميها زي ما بدك، سميها ساكت 1 ساكت 2 ساكت 3 كلاينت 1 اللي بدك اياه، بس احنا بنسميها ايكو ساكت. النيو ساكت تروح على الهوست نيم اللي هو هذا، هذا الهوست نيم احنا بالنسبه لنا بنقدر نغيره، هذا بنسميه لوكال هوست. لوكال هوست عشان هون تحط بدل هاي لوكال هوست، بيكون انت بتكون على نفس الكمبيوتر. وفيك تحط الاي بي ادرس اللي هو 127.0.0.1 اللي هو برضه تبع نفس الجهاز. وفيك تحط اي بي ادرس تشوف انه زميلك اللي بجنبك، افترض بدك تعمل ايكو بينك وبين زميلك، and we'll try this، نشوف شو الاي بي ادرس على الجهاز تبع زميلك، وبتحط الاي بي ادرس اللي هناك. اظن الاي بي ادرس راح يطلع يمكن 10 شغله 00 مثلا 5، لانه اظن الصب نت تبعنا هي بتبلش بال 10. على كل هذول تكتب هون البورت نمبر، this port number you supply it as integer، and you can actually بدل الكلمة text port number تحط في الرقم اللي بدك اياه. افترضوا بدي رقم 5000، هسه هذا 5000 لازم يكون على السيرفر مكون معرف. لاحظ انه هون انا بستعمله وانا ما حددت هون البورت نمبر تاعي، انا ما حددت البورت نمبر اللي انا بدي اشتغل عليه على الكلاينت. هذا مجرد ما عملت انا الساكت وي كرييتد ات از نيو بهذه الطريقه، هذه الكلاينت بيكون اخذ بورت نمبر انا بعرفوش، انا ما بعرف البورت نمبر، هو بيكون اخذ هذا الكلاينت تبعي اخذ بورت نمبر هون، يمكن يكون مثلا 2100 بعرفوش، بس I can find it. I will see how we will find it. I can say get local port number. Socket dot get local port number بعطيني إياه. بقدر أرجعه يعني. بقدر أعرف بالضبط شو هو. بس هون سيت هو randomly اختار port number من السيستم. هسا لما أعمل هذه statement، هسا هذا جزء من كود، وأشتغلها شو بالضبط بصير هون؟ هسا في عندي هون print writer. بدي اكتب شغله انا اللي هي لا هذا بدي اعرف انا الاوت، بس عرفت الاوت بعد هذه ستيتمنت. يعني لاحظوا التعريف تبعي، انا عرفت الاوتبوت ستريم تبعي اللي بدي اعمله بالجيت اوتبوت ستريم، لانه ذيس از ايكو ساكت، ايكو ساكت دوت جيت اوتبوت ستريم رايت. هذه statement فعليا لو انت بدك تيجي تكتب اي شيء، اسا افترض انه بدي اكتب هون بعدها او قبلها بتفرقش، مثلا system dot كيف تطبع انت print الى اخره، بدي اكتب انه مثلا got connected هون، هاي statement لو أنا بدي أضيفها بالإجزامبل هذا، at what point of time this will be printed؟ بس أنا عملت ساكت إيكو ساكت، افترض إنه كاتب البرنامج أنا كل شيء صحيح، وهاي statement افترض إنه جبتها صحيحة as is اللي بدي أطبع على السكرين، at what point of time هاي statement will show up هنا هاي سكرين تبعي، المفروض انه يجيني مثلا كلمة got connected. اول شيء راح تنطبع، في احتمال لما تنطبعش يعني اوكي، افترض انه البورت نمبر اللي على السيرفر، هذا السيرفر هو 5000 مضبوط، يعني شو اللي يعني الستيتمنت هاي، خليني اسال سؤال،
امتى بتنطبع هاي ستيتمنت؟ متى بتنطبع؟ لما راحش على الكاش. ها؟ لما راحش على الكاش. على الكاش؟ كاش. في تراي كاش. اه. اوكي انا لسه بعد ما راحش على الكاش، لسه في داخل السيستم هون، امتى بتنطبع فعليا يعني؟ بعد الكونكشن مع السيرفر، بعد ما يروح على السيرفر، بعد ما السيرفر يعمل اكسبت. هاي ستيتمنت if the statement is printed معناته ليش انا كاتب got connected، هذه بيكون من الكلاينت راح لهون، هاي بالنيو، وهذا رجع له accept، وبعدين اجت البرنت. هاي البرنت ستيتمنت will only be printed بعد ما يرجع الاكسبت من السيرفر، اذا رجع النيو سكت بظلهم علقتها يصير في كونكشن ويصير في اكسبت بالضبط، يعني بتظل معلقة، إلا طبعا بالتراي بعد شوي بتنطنها. يعني إذا ما صارش كونكشن هذه will never be printed، تيجي هون. يعني هون إذا طلعت وين الكاتش تبعي أنا؟ مش كاتب الكاتش هون، الكاتش بعدين. بعد الكاتش IO exception، لو كاتب statement مثلا I was not able to connect will be printed. يعني يمكن أنا أجيب لك شغلة أحط لك statement هاي statement بعد الكاتش يقول لك السيرفر did not start yet which statement will be printed on the screen اللي بعد الكاتش، الكاتش واللي بعدها، الكاتش بالايرور واللي بعدها ببلش يقول لك اللي بدك اياه. اما هذه statement will never be printed will never be executed اصلا الا اذا الاكسبت حصل. يعني this is very important to understand. Now, now. Oh, إذا ما أعطيت البورت نمبر بعرف شوي نور. هو أصلاً. ما في بورت نمبر، لا ما بيرجع. يعني بمعنى آخر will take an exception. Will be an exception. لازم يكون لما روح على السيرفر بده بورت نمبر. لو فينا نفوت على السيرفر بدون بورت نمبر لكانت العالم النتورك صار حبطرش، صار كل واحد بفوت بدون إذن، لأن البورت يعني كيف تصور للحظة معينة إنه الأردن هاي الدولة تبعتنا الحدود، ما فيش حدود، الواحد بفوت منين ما بده. يعني قديش بفوت السيارات موضوع مثلا لاجئين، بدل ما يفوتوا من نقطة العبور منين ما بده بفوت، هاي معنى ما فيش بورت نمبر، بس هو لازم يكون في بورت نمبر، مظبوط؟ هي معناها بالضبط، يعني انه لازم يكون في مينا تدخل من خلاله. طيب خلصنا من هذه، هسه هون عرفنا الاوت مشان نقدر نكتبه، وعرفنا الان هون سميناها اوت وان. الاوت هذا اللي هو انا زي ما كنت كاتب بالاول هون، هي عندي هون الاوت، وهي الاوت بتروح على الساكت والساكت بروح لهون. فهي الاوت اللي بتعمل association اللي هي gets the sockets output stream opens a print writer. استعملنا ال print writer المرة الماضية، استعملنا ال out stream مش هيك، اللي هي data output stream، في data output stream، في data input stream، في ال print writer، وفي كمان واحدة ثانية احنا استعملناها غير الفرق بينهم بيعتمد على نوعية الداتا اللي بدنا نوديها. البارامترز. الاوتبوت ستريم allows you to send all types of output. هذه البرنت رايتر you have to check شو هو الفورمات اللي بيقبله. يمكن بيقبل كاركتر لوحده، بيقبلش مثلا ديجيت. شغلة من هالشكل. لا عربي كله بيقبل. العربي لما تيجي انت بتوديه بين كوتيشنز بياخذه زي ما هو. يعني مش معقول ما يفهمش عربي، ده بيفهم من بطنش. فهذه واحدة. هاي الثانية للان، لحظة احنا عرفناهم هون، بس عملنا هاي الاسوسيشن سميناها المرة الماضية، هاي الاسوسيشن، وهاي الاسوسيشن تبع الان. فصار عندي two variables out و n. هاي الاوت بتعمل get output stream، هاي اللي بتحط الداتا بالساكت، output يعني بتحط الداتا بالساكت. الجيت انبوت ستريم اللي هي الثانيه، هاي وين راحت الاي ان، فيها جيت انبوت ستريم، ذيس از ذا وان ذات ريدز فروم ذا سوكت،
فبكون انا عندي صار الساكت تبعتي هيك، هاي الساكت الاوت انا عرفته صارت اي شيء بحطه بالاوت anything I write into out يعني بعمل out equal، بقدر احط out تساوي string، بقدر اكتب static out تساوي بعمل بين قوسين string من الشكل my name is this is my out. هسه هاي لما اعمل هاي statement وتيجي الجافا executor ينفذها، باخذ my name is بحطه هون، بكتب هون my name is، لما حطها هون طلعت على طول على الساكت الثانية، هاي الساكت الثانية هون، ولما وصلت الساكت هاي راحت على الان تبعت السيرفر. يعني لما عملت اكسكيوت لهاي statement بعد ما اعمل هذا بعد الاسوسيشن، اسألت لو رحت عملت statement هاي out equal قبل الاسوسيشن ما راح يفهم علي، لو حطيتها قبل it doesn't matter الستيتمنت بيكون صحيحة out equal حطيته هون بس ما لها علاقة بالassociation. هاي لازم تروح تعبي الداتا بالout بعد ما تعمل association. نفس الموضوع الان، اسأل الان تفرقش معه، مو الان اصلا ما بتكتبش فيه اشي، انت الان هو لحاله بياخذ زي هون، هاي الان لحاله بياخذ من الصاكت بناء على ال، يعني كل ما مر على كلمة ان بالكود هاي الان بيروح على الاسوسيشن تبعته وبيستعمل البفر ريدر هنا، سمع عبارة عن بفر ريدر، وعمل نيو اوتبوت ستريم انبوت ستريم جيت انبوت ستريم، هاي الجيت انبوت ستريم اللي هي اللي بتجيب لي الداتا توديها على الان، هي طبعا بيروح على الساكت اللي هي ايكو ساكت، اسمها ايكو ساكت، باخذ الداتا منها وبوديها على على الاسوشيتد فاليبل اللي هي الان. يعني هاي الميثود اللي هي جيت انبوت ستريم ماي ساكت دوت جيت انبوت ستريم هي اللي بتاخذ لي الداتا وتوديها على الان، يعني مش اوتوماتيك لحاله بس بالنسبه لي انا اوتوماتيك لانه ما عادش بكتبها مره ثانيه، انا ما بفوت على الماي ساكت وبقرا، خلص عملت الاسوشيشن كل شيء بصير بال بالماي ساكت بسحب لي اياه بحطه بالان. هسه يمكن احنا تيجي تعمل ال بدك تقرا من السيستم من ال او تاخذ الداتا من ال من الانبوت ستريم، تقول له انا سيستم دوت ان، هاي سيستم دوت ان الان يعني كانك انت بدك تقرا شيء جديد، بدك تحط يعني بدك تدخل شيء على السيستم من برا، بس بدل ما ادخله من برا باخذه من ان انا. That's all. This is I am just getting the data اللي اجت بالانبوت ستريم بروح بحل بحطها ب ببفر ريدر. هي نفسها هي نفس الان، هاي نفس الان، بس هذه لما اجي عليها الان كان بقدر انا بدل الان هاي اروح اقول له my socket dot get input stream، بس انا بديش انه في كل مره بدي استعمل ال my socket اروح اقول له my socket dot get input get input stream، فبقول له system dot n، هاي الان لما يشوف الجافا اكسكيوتر لما اشوفها بروح بنفذ هاي المعلومه لحاله، فانا بكون وفرت على حالي شغل. هسه اذا بدي استعمل اللي حكيناه بالكود، واظن هو هذا اللي الكود شفتوه المره الماضيه مع البنات، بس doesn't hurt to repeat it. And في عندي string بدي اسمي user input، يعني اي شيء انا بدخله من الانبوت. So while user input standard reading line reading بقرا شغلي من برا. This is Java statement to say
ريد لاين من برا، اذا هاي اللي بقراه لا يتساوي نال، يعني لسه عم بقرا شغلات في اشي موجود، بحطه هذا اللي بقراه باليوزر انبوت، ذس از ماي يوزر انبوت. هذه صارت، افترض انه انا كتبت له هنا ماي نيم از، ماي نيم از محمد مثل ما حطيت له، وقراه فراح هذا على اليوزر انبوت. ناو all I have to do انه out ال out okay. بدي ابعث هالسيت على الـ على السوكت، بدي ابعثه مع الستيتمنت print line اليوزر input. okay. هاي ال out اللي هي ال out اياها، هاي اللي عملت لها association هون، هاي ماس، هاي ال out تبعتي اللي راحت على السوكت. فلما حكيت له هون out immediately، هذه راحت على الـ على الـ اليوزر على على الساكت تبعي، والساكت هذا راح لهون، هذه وصل لهون للسيرفر. اذا السيرفر عايش، اذا السيرفر up and running يعني بتقبله. بس اذا بدي اشوف انا هون السيستم out print line echo، بدي اسيت اللي هو الصدى تبعي، بروح بقرأ ال N الراجع، يعني هاي statement معناها أنا بقدر أعملها أنا two statements، بعمل echo is مثلا شو هو الصدى اللي راجع لي. هسه أنا كتبت، يعني هذه أنا كتبت my name is محمد هون كتبت، هسه بدي أشوف الصدى رجع ولا ما رجعش. المفروض ال out إجت لهون، هسا السيرفر المفروض اخذها ودى على الاوت ورجع لي لهون وكتب هيك رجعت على الان. هسا افترض انه السيرفر صار في كونكشن بينه وبينه بس ما رد لي. سيرفر قرا الان هذه، قرا اللي هي ماي نيم از محمد وما رد علي. هذه ستيتمنت هون، ذس از انفينيت لوب. اللوب على شو؟ على هاي بالضبط، على هاي this is loop. okay. ليش لوب؟ لانه هو هاي قاعد بقول له انا روح اقرا لي شو في بالان. الان اللي قال لي روح انت get input stream، get input stream من الساكت، get input stream من الساكت. اذا ما في input اجى على الساكت بظل استنى، يعني بظل بعمل loop في input، ما فيش input، استنى ما في input، استنى ما في input، استنى حتى صير في input. لما صير في input رجعوا على n، جاب لي اياه، فصارت ال n تاعتي هون هاي اجت data. لما يكون في data هون بطلع من هاي، طلعنا من loop هاي وجينا لهون. طبعا هذه بما انه لوب برجع مره ثانيه، هاي الايكو، مو ايكو كتبت له انا ماي نيم از محمد، راح على السيرفر، السيرفر شاف ماي نيم از محمد رجع له اياها، لقيتها بالام قراتها رجعت لهون. وايل يوزر انبوت لا تساوي نال، لسه لا يساوي، لسه في انبوت، يعني لسه اليوزر. طبعا يمكن انت تكون تضبطه هذا، تقول له اذا طبع لك مثلا if you want to exit type okay مثلا، ممكن احط له okay هون. اذا حطينا له okay خلاص بيطلع هذا زي control statement. بس هاي اللوب اللي هي من هون لهون، من عند ال y لهون، هاي بالضبط هي الايكو. انا هيك كأني هيك بقول client server ودي هون client بالأول، قبل ما أودي هون read شغلة، read input يعني أكتب حاجة وديها، هذا أخذها أرجعها، أكتب شغلة input وديها أرجعها، نفس الشيء أكتب input ودي أرجع. that's إلى ما لا نهاية. هاي ما دام الحكي هذا لا يساوي نل هون في ال بال standard reading from the screen،
this will keep running forever, the system. Assuming, as a while this is running, okay, في لحظة من اللحظات روح على السيرفر أنت وterminated. كنت بشغل السيرفر terminated. هذه will hang up. Will hang up هون. Okay, لأن هو أصلاً كان عامل communication واصل لللوب هذا will hang up هون. يعني لو أقول لك إنه هذا السيستم run 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 وباللحظة هاي هون افترض إنه هون بعد ما ودى هون got terminated. Terminate السيرفر. ورحت وديت أنا كتبت input ووديت له هون. This will not return. يعني أنا مودي للسيرفر. السيرفر أنا terminated هون. قلت له kill. ولما إجته my name is أو hello أو hi ما قدر علي يرد علي فبالتالي this will hang up. يعني هذولا statements الموجودين. The out will never make the client hang. بس هذا بكون عامل لك statements مثلا out to in. ولك where is it possible that the server or the client will hang up. يعني will hang يعني will keep waiting. هل إذا بحط له كون بعد statement هاي ال out بدي أكتب statement ثاني هون system dot out dot print الآن بدي أقول له continue كلمة continue بس هاي ال continue will never hang up عليه حتى لو السيرفر مات. إذا السيرفر مات راح تنطبع هاي. يعني الكلاينت لما يصل لهون immediately will use the print the out لأنه the out أنا بكتب بالساكت ما إلي علاقة الساكت فاضي ولا مش فاضي لأنه it's my own socket. الان لأنه الان I am waiting for input from the others فبالتالي هون I can hang هون بقدر أستنى. فإذا بتشوف in the two statements محطوط في out و in the out will always be executed لأنه ما له علاقة بالطرف الثاني. The in will be executed only إذا إجا فيه data من برا. فهاي الكوميونيكيشن واللي هي السينكرونايزيشن بسموها إنه بدك تفهمها مظبوط إنه إذا أنا كاتب هون بالإكزامبل هوا اللي هو تبع الإيكو إذا لما أعمل out هاي الأوت هاي الأوت will always go out from here. أنا هسا بقدر أعمل شو ما بدي إلى أن أعمل statement تبعت ال N هون. افترض إنه كان عندي statement 1 statement 2 ألف statement هذول ألف statement will be executed. افترض إنه بعد ما عملت ال out رحت وديت أنا للسيرفر تبعي قلت له مثلا نيم اللي هو وبعدين بدي أعمل شغلات عندي هون بدي أدخل سوشيال سكيورتي نمبر تبعي الضمان الاجتماعي رقم الوظيفي رقم الطالب المواد اللي بأخذها كله هذا بتنفذ. ولو كنت بطبع statements كل واحدة وراء الثانية راح تظهر على السكرين كلهم راح يظهروا هون. لما أجي أقول له إن الإن هذا بيستنى هاي الإن هون استنى إشي يجي من هذا. فإذا كان عندي statements هون هاي statements will wait on n هذولا no wait فيش انتظار هون. يعني لما أكتب أنا out بكمل زي ما بدي ما في انتظار. إمتى الانتظار؟ بالإن. هسا إذا أنا في عندي شغل بدي أعمله ضروري بعمله قبل ما أحط إن. إذا في إشي بدي أعمله ضروري حسابات أعمل كويري أعمل داتابيس أعمل print statements أعطيك notification أقول لك إنه هيني بعثت مثل للسيرفر المسج اللي هي notification. شرح لي أنا بدك أنت لما يجيك notification من واتساب على عندك بقول لك إنه إجاك مثلا واتساب أو إجاك إيميل هذا النوتيفيكيشن بيجيك انت بعد ما يجي اشي على الـ على الـ
عندك على التليفون يعني وصلك شيء بيجي لك نوتيفيكيشن لك واتساب لك ايميل لك مسج لك حاجه. اذا الابلكيشن تبعك عامل حاجات بعد النوتيفيكيشن ما بينطبعوا الا بعد ما يجيك النوتيفيكيشن. اذا ما اجى النوتيفيكيشن ما راح يشتغل. يعني عامل لك انت ابلكيشن صغير انه اذا اجاك نوتيفيكيشن من واتساب go and open it and see if it's مثلا من محمد ملكاوي deleted. هاي المسج هذا الستيتمنت ما راح يتنفذ الا بعد ما يجي الام. هسا اذا انت عامل لما تعمل انت تبعث بقول بدي كتبت واتساب بعث لما ابعث انا بقول once I بعد ما اكتب هاي الاوت ولا اعمل send اروح اكتب شغله بالابلكيشن تبعي انه I have just sent a message to مثلا بشير ولا علي ولا غيره. هذه بتنطبع عندك immediately it will be executed لانه بعد الاوت يعني بعد الاوت there is no waiting. اوكي وين السيرفر تبعي؟ انا مش حاط السيرفر. هذا الكلاينت كود نو مش هذا اللي بدي انا. هاي الايكو سيرفر. اوكي الايكو سيرفر بس انا عملنا الكلاينت بدنا نشوف الايكو سيرفر كيف بيشتغل. طبعا هذا يو كان تراي اذا ما لحقتوا انتم تعملوه يوم الخميس الماضي يعني يعني دوت الكود يعني almost 90% correct. إذا في إشي مش صح بيكون هو syntax typing errors حاجات تزبط عندكم. يعني هاي عملنا declarations هاي الimport الأشياء اللي بتعملوها java.io java.net java.io مشان الinput والoutput stream يكونوا كلهم موجودين عندك. عاملين احنا declaration section declare server socket and client socket for the server. فمنيجي هنا server socket server socket اللي الايكو سيرفر هذا المين. نقول السيرفر في two socket views واحد المين وواحد الصب. المين اللي هي بتاعت السيرفر بالمرة. this is my server this is my server socket سميناها ايكو سيرفر. هاي الايكو سيرفر وانيشيلايزت لنال ما فيها شيء يعني اتس فاضي which is good. عرفنا لاين اوف تايب سترينج هذا بس لانه بدنا نبعث بالايكو احنا لاينز وسترينجز يعني داتا انبوت ستريم وداتا اوتبوت ستريم والبرنت ستريم عملنا لهم عرفناهم تعريف this is IS input stream وهذا output stream سميناه OS. هسه ما في مانع انه اسميه زي اللي سميته بالكلاينت in و out انه سميت هذا in وسميت هذا out. صحيح انه سميته بالكلاينت in و out بس الكلاينت والسيرفر two different classes ما لهمش علاقة في بعض في communication بينهم بس الان تبعتي غير عن الان تاعته والاوت تبعتي غير عن الاوت تبعته بس اتس ا جود براكتس نميزهم مشان يعني الانبوت تبع السيرفر والاوتبوت تبع السيرفر عملوا اي اس او اس اي نيم بدك اياه ذيس از انبوت لسه ما عملناش اسوسيشن احنا بس وي كرييتد تايب. هذه الكلاينت سوكت هذه الكلاينت سوكت اللي هي تابعه لهذا السيرفر تابع لهي للايكو سيرفر. كيف؟ هاي اللي بتعمل اكسبت ايوه يعني when you accept the client you accept it على هاي. اذا عندك انت كلاينت ثانيه ثاني تعمل another socket وتعمل accept بس you have to do another client. هسه هون بقول try to open a server socket on port مثلا 9999 هذا actually بنسميه احنا على البورت نمبر create socket اللي هي لما نعرف الساكت هاي اللي هي الايكو سيرفر بنعطيها البورت نمبر
أربع تسعات و we can choose a port less than 1024 if we are not a root. لاحظ هذا أقل من 1023 ما فينا يعني ما فينا نعمل port number هون مثلا تحطه 1000 ولا 500 ولا 600 إلا إذا أنت كنت معرف حالك root. root زي باللينكس الروت يعني اللي هو اللي له privilege يعرف يدخل على الأوبريتنج سيستم ويغير فيها زي ما بده. هسه هذه trial echo server new server socket وحطينا 9999. تذكروا لما على الكلاينت ما حطينا رقم البورت. هذا الستيتمنت بهذا الشكل means انه I create البورت نمبر 9999 صار هو السيرفر socket تبعي. هذا السيرفر socket طبعا هون you catch IO exception just in case البورت نمبر هذا محجوز ولا حدا مستعمله. إذا حدا مستعمل هذا البورت نمبر راح يعطيك ايرور and then you catch the error. هذه now we create socket في داخل ال هون client socket سميناها. هاي ال client socket اللي بخليني أسأل لو أنا على على السيرفر عملت ال client socket of type socket اللي client socket client socket وعملت لها new I can use it as I can use this as a client socket على client side بنفس الطريقة. بس اللي خلاها تكون هي انه هاي جزء من السيرفر هذا جزء من هاي السوكت هي statement هاي لانه هذا الايكو سيرفر هاي الايكو سيرفر لما عملته dot accept ربطتها مع client socket هذا الرابط صار الكلاينت ساكت هو مرتبط ارتباط مباشر مع الايكو سيرفر which is another socket اللي ساكت تبع السيرفر. ناو عملنا هاي احنا we created هاي هسه كله عملته هذا within one exception which I can do it طبعا كل واحد لحال. شو مستعجل شو اسمك انتي؟ عندك بالبي اتش طب بتلحقيش خمسة لحقي اركض. فهي الكلاينت ساكت از ايكو سيرفر دوت اكسبت الاي اس اللي انا عرفته الانبوت والاوتبوت نيو داتا انبوت ستريم كلاينت ساكت اللي هي هاي دوت جيت انبوت ستريم. لاحظوا انه انا بتعامل هسه مع هاي مع الكلاينت ساكت اللي هي نفس الايكو سيرفر بس انا شبكته مع بعض. والاو اس اللي الاوتبوت ستريم نيو برنت ستريم كلاينت دوت جيت اوتبوت ستريم خلصنا منهم طبعا عملنا لهم اسوسيشن هون فروم ذيس تايم اون الاسوسيشن موجود وهذا الاكسبت ستيتمنت هون كمان الاسوسيشن تاعتي هاي will never be executed إلا إذا إجا من الكلاينت شيء. يعني هاي statement أوكي لو أجي أقول لك أحط لك statements هذول مع بعض وهنا هاي الكلاينت وهاي السيرفر وهذا الكلاينت أقول لك إنه ما اشتغل لسه بعده اشتغل هون this is the time zero لما اشتغل أو time مثلا 100 صارت 100 تايم يونت. واجي اقول لك انه امتى هاي the first time it can execute the association بين ال IS وال output stream it has to be هون بعد الحكي هذا بعد ال 100 يمكن 101 102 103 اللي هو بس no way انه يحصل هون. ليش؟ لانه هاي اصلا معتمده على الاكسبت. هذا الاكسبت عم بيستنى السيرفر هون كله wait to accept هذا عم بيستنى هذا كله server is waiting. ليش؟ لأنه هاي accept is a waiting statement. صار عندنا waiting statements accept is a waiting statement ليجيك وال in is an accepting statement is a waiting statement ال in is waiting period. وإيش فيه one more كمان
في حالة ثالثة بصير فيها waiting. الريد اللي فيها الان. الان لما يكون وين ما في ان في waiting. وين ما في accept في waiting في كمان حالة. One more case. الكلوز ليش waiting؟ الكلوز انا عندي socket بدي بسكره. فيش waiting. انا الكلاينت بدي اعمل كلوز للسوكت تبعي سكرته وخلاص، بس داخل يعني السيرفر او الكلاينت بيكون ويتنج لما يكون انيشيتنج من الطرف الثاني من نيو على النيو سوكت. هاي النيو سوكت بعدها مباشره ويت فور اكسبت، هذا ويت ليصير الاكسبت، والاكسبت ويت ليجيك النيو، يعني النيو والاكسبت ويتنج فور لبعضه. ايوه مع السلامه. يعني راقبوا الاي ليرنينج والفيسبوك جروب، راقبوهم مشان نشوف شو التغييرات اللي راح تصير يوم الخميس. ها اوكي تبي الشعب الثانية؟ أهلا وسهلا فيك، تظل تقدر تظلي كمان ساعة ما عندي مشكلة، خليك يعني مستأنسين على رأي الخريجة، خلينا مستأنسين. أهلين. سجلت غياب، ليش ما سجلت غياب؟ أنت ليش حاضر؟ شو اسمك أنت؟ أيمن. ايش؟ هتاس سجلت صح؟ لا وين؟ أول محاضرة. أول محاضرة؟ ما سمعت اسمي. شو اسمك أنت؟ إيمان صغيرة. شو بقيت تسوي تم الكنس مش عارفة، ما سمعتها ولا ما حكيت. الو لحظة بالله اريج، وبالله خلي اريج تمر، بدي داخلين على السيستم هون. ابو انا بدي. تمام الحمد لله، الله يبارك فيكم. وصل وديت لك انه اي قدر، بس ما شفتوش بعد يعني بالمحاضرة صار بس خلص. اوه بدي الباسورد تبع حسن. ها 1-6. طيب ابو نذير بشوفه معك. طيب ماشي، عليكم السلام. طيب يا اهلا، مين اللي عندي؟ السلام العنود، يا ربي ناس بطاينة. وين كاين في طول الفترة هاي اللي فاتت؟ مسافر كبير. والمحاضرات؟ الله بعين عليهم؟ مدبر حالك؟ وين اسمك؟ هيو غيام. انتي؟ وين اسمك؟ تحت هذا. في غايبة. حضرت انت؟ جيتي انت هسه موجوده هسه؟ تمام. حد بيشهد انها موجوده؟ هنا قاعده جنبها. انت هناك ولا هون هسه؟ بتاشر على حالها هناك. انت هسه وين؟ كنت قاعده هناك. كنت بقول لك هسه انت وين؟ طيب. وانا مش عارفه كفاح والشعب الثاني. كفاح انت دائما حاضره حتى وانت غايبه. انا صاحبتها دكتوري عشان تعرف يعني انه ملتزمه. ملتزم يعني اذا شفت كفاح معناته بقى احطه. طيب الشعبة الاولى وينك مجد؟ هاي عندك كان غياب؟ لا ها؟ ما غبتش ولا مره، ما سمعت. أنا حاطه غياب هيك للأذى. سبحان الله، مشان الواحد يعني يستفزاز. مشان أحط عليك واحدة. بتعرفي أصلا محاضرة تستنى؟ كلاينت؟ فبدي أظل أقرأ تستنى. يا ميت أهلا وسهلا، اقرأي تستنى، بدك مساعدة بنساعدك. بدك نحول لك المحاضرة تستنى بنحول.